احنا بقى طبعا الله على الكلام الرائع والمعلومات العظيمة دكتور، هنروح بقى لأفروديت ايوه وحكاية نفخ الزجاج. انت دي هواية ولا خدتيها بقى صناعة وطورتيها؟ لان ما فيش ستات او بنات بيشتغلوا في الصناعة دي ما فيش ستات في مصر، بس في ستات في العالم. كمان. يا انا خدتها كدراسة، ابتديت دراسة، انا خريجة كلية فنون تطبيقية وقسم الزجاج، يعني ده كان تخصصي، حلو. بس حبيت الموضوع اكتر لما ابتديت اعمل ماجستير. ياه، ولما ابتديت ادخل بقى المصانع واشوف، لقيت ان عملتي ماجستير في ايه؟ في طرق النفخ اليدوي، التشكيل اليدوي للزجاج. يعني بالظبط معانا اهو. بصي كده الموضوع على صعب الهوا. جدا، الواحد ده الواحد بيخاف يمسك براد الشاي على الهوا. كلميني عن المشهد ده يا فروديت، بتعملي ايه؟ انا بمسك صفاره التشكيل وبدخل جوه الفرن، هي الطاقه اللي هي الحمراء دي، ده طاقه دي اللي هو درجه حرارتها كام؟ معلش عشان انا يعني قلقت وانا قاعده هنا. الطاقه دي بتوصل ل 900 او 1000، 900 درجه 900 مئويه. درجه. ما بتخافيش؟ لا، بتيجي بتعود، تعلم يعني. ما اتلسعتيش مره لا كده؟ الحمد لله. الحمد لله. طبعا الواحد بياخد شويه وقت قبل ما يتعود على الحراره الخارجه بره الفرن، يعني ايوه طبعا الجو كله بيبقى كله مراوح، ولازم يبقى فيه تهويه كويسه، صح مظبوط. وشرب الميه مهم كتير جدا يعني في الوقت ده، لانه طبعا على طول مع الحراره بيبقى الواحد بيحصل له يعني. وهي الصناعه دي مشهورين بيها في ستات بره، فين بقى شفتيهم؟ فين في في كل العالم؟ حته، كل حته في في العالم كل حته يعني. الا مصر ما كانش فيه. انت اول انا حاليا دلوقتي اول واحده. كان في الدفعه معاكي؟ كانوا كلهم بنات، بس ما حدش اتجه لهذا الاتجاه اللي هو التشكيل اليدوي، يعني لان احنا بالظبط. بندرس تقنيات كتيره جدا، بس وفي ازاز معشق، في حاجات كتيره يعني، في ازاز صناعي، لكن انا عجبني التشكيل اليدوي يعني. ولما قريت كمان في التاريخ اكتر وابتديت اسافر، لقيت الناس انه اصلا بيفخروا بينا احنا كمصريين، ان احنا طب اول ناس عملت الحرفه دي. ما كانش موجود عند الفراعنه ولا ما هي ما الفراعنه هي او القصه القدماء جايه من المصريين الفراعنه هم اول بس. من كمان افروديت كانت مشهوره ان هي بتعمل زجاج وبتصنع زجاج بنفس الطريقه، يمكن ما كانتش نفس طريقه المصري القديم لكن بطريقه مختلفه، بس برضو كمان افروديت يمكن الاسم يعني خلاكي تحبي في الصناعه اليونان. دي. لا، ما هي ما كانتش ما كانتش. لا لا ما طيب كانتش انا المعلومه جات لي غلط.